اليوم يا جماعة الخير رجعت لكم بمقطع جديد من عالم الديناصورات بالحلقة الأولى. يا جماعة أنا جدا جدا متحمس علشان هذه السلسلة بالقناة. بكل اختصار يا جماعة، فكرة اللعبة إنه نحن جالسين نلعب في هذا الديناصور اللي توني أنشأته بذات نفسي. يعني هذا الديناصور عنده عدة مميزات، إذا في حال كملناها للآخر راح يكبر بشكل جدا كبير وراح ندعس الباقيين بالكامل. وتدرون إيش الحلو بالموضوع؟ إن هذه اللعبة مو سينجل بلاير، هذه اللعبة مالتي بلاير. إي نعم يا جماعة، في ناس ثانيين مثلنا الآن عندهم ديناصورات مختلفة في هذا العالم الأسطوري والعملاق، ولكن لازم ندور عليهم وناكل شوي شوي حيوانات صغيره وديناصورات صغيره لين نكبر ويبدين ندعس الجميع ايزي. لاحظوا معنا يا جماعه الخير عدد الناس اللي في هذا السيرفر، في عندنا 41 شخص، جدا جدا كثير يعتبر يعني. فهل انتم متحمسون؟ اتمنى دعمكم على هذا المقطع بزر لايك يا جماعه الخير، لاني صراحه جدا متحمس علشان اصور لكم هذا المقطع، وصار لي مده جالس افكر متى بصور هذا المقطع. يعني صراحه شباب انا من عشاق الالعاب اللي فيها ديناصورات وهذه الامور. هذا الديناصور طبعا اسمه كذا يا جماعه الخير، هذا الصوت والله صوت خوف. هذا الديناصور يا جماعة الخير اسمه كارنوتوروس، بيكبر، النمو عنده 64%. لازم نلقى نقطة مياه نشرب منها وأكل وهذه الأمور. فلتس جو، هل متحمسين يا شباب؟ وربني متحمس جدا. خلينا نشوف إيش عندنا في هذا العالم. يا رب إني أحصل ناس أكلهم أكل من البدايات. هل أنا بديني أكل العشب هذا؟ خلينا نشوف لنا شي شغلة ناكلها شباب. هذا إيش هذا؟ اوكي ما يمديني. كل ديناصور يا جماعة بيمتلك خاصية محددة. شوفوا الآن خاصيتي في هذا الديناصور، يسوي ذي الحركة. شايف ذي الحركة؟ هذه تبين لي اماكن المياه القريبه ومن هذا القبيل. اوه والله شكلها شباب تمطر علينا الان، يا ساتر يا رب تمطر يا رب. طلعت لي اغنيه خطيره الان، ما ادري ايش هذه الاغنيه بس اتوقع صار في شينا في هذا المكان، اتمنى ما يصير ليل. يا ولد تو الان طالع الصباح، حرام عليكم والله، هذا الجو سيء كثير والله. طيب فين المياه؟ ما عندنا مياه، ما عندنا اي شيء. هذيك مياه اتوقع، ليتس جو تعال نروح نشرب مياه من هناك شباب. الا هذيك مياه والله. طبعا انا اخترت هذا الديناصور لسبب واحد، انه هو نوعا ما سريع، يركض 36 اتوقع كيلومتر، ايوه 36 كيلومتر بالساعه. الديناصورات الباقيه نوعا ما شباب كانت اخف من كذا. فعندنا الان نقطه مياه اقدر اشرب، ليتس جو خلينا نشرب يا جماعه، خليني اشرب الان كذا، ليتس جو نعبي المياه عندنا. يا سلام في صوت ضفدع معنا هنا والله، مديني اكل هذا الضفدع ما راح اقصر ابدا. يا ساتر المطر هذا مشكله والله شباب، ما صرت اشوف امامي كويس، انا من غير شيء مو شايف الان، فما بالك الان يعني انا مو شايف شباب. فراح اشغل منظور الليلي مؤقتا. ها يا ممكالو، ها فين ممكن تحصل اكل يا ممكالو؟ اوه سامعين صوت، طلع صوت من هنا شباب، اتوقع يشتبكون مع بعض والله. الحمد لله طلعت الشمس شويتين، بس شباب ما اخبى عليكم انا الى الان ما حصلت اي اكل اكله يعني الان، هذا مو اكل يعتبر، فالموضوع سيء جدا والله، انا ما اعرف من فين ممكن اكل. اذا في حال ما اكلت اعشاب ايش ممكن اكل بالتحديد؟ والله ما ادري والله. اوه سامعين الصوت شباب، الصوت جاي مني، هذا هو هذا هو هذا هذول يشتبكون مع بعض. واخيرا حصلت شباب، واخيرا حصلت كم واحد. شوف شوف هذا كيف يركض، بل 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 شباب، والله بدي اروح ادعس فيه والله. هذا شخص حقيقي طبعا مثلي مثله الان، جالسين نلعب. تعال هنا يا ذا حبيبي، هذاك وهذاك وشايفين شباب. واو والله جالس يركض يهرب. المشكله اذا اشتبكت فيه انا العضه عندي يا جماعه تاثر تقريبا، البايت فورس عندي 56 بالعضه الواحده. اوه شباب انتظرت الان الشمس تطلع، بلا شوف المنطقه كي. من هذا من هذا من هذا من هذا شباب، او شيت شباب من هذا، بل 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 اهدى اهدى حبيبي اهدى، لا تلحقني ورع شباب، والله اني توني اصفن في هذا المكان كنت شارد. يخرب بيتك من هذا، من فين طلع لي هذا؟ نشتبك فيه ولا لا؟ اوه يا ورع يا ورع، لا تحاول تهجم علي ورع، والله ذا ورع شباب، والله ذا يهجم علي. لا من عضه يا ساتر شباب، من عضه مو طبيعي والله. اوه شيت والله يا جماعه الخير ما توقعت اني بموت بهذه السرعه من عضه واحده يعني، بس انه معه لان احنا جالسين نتعلم على اللعبه اكثر واكثر. لذلك تعالوا الان نصنع واوريكم كيف سويت ديناصوري قبل شوي، لان رجعوني لنفس المكان على العموم. فليتس جو، يمدينا نختار اكل اعشاب او اكل لحوم، انا بختار اكل لحوم طبعا، ما ابي شيء اكل اعشاب. فخلينا نشوف هذا الالوسوروس يا جماعه، اختار الالوسوروس دي المره كذا كتنويع يعني ولا ايش؟ شو عندنا مخلوق الجيجا، شوف معنا الجيجا ايضا موجود هنا، الجيجا توسوروس، الجيجا نوتوسوروس. او شيت والله اسمه صعب، مشكلته بطيء شويتين 28 كيلو نوعا ما، بس العضه تبعه قويه ترى، العضه تأذي 1000. هذا ايش هذا؟ 36 يمشي والعضه تبعه 50 ويمشي 36، والله انه اسطوري. تيرانوسوروس، تعال نختار هذا التيرانوسوروس شباب، ليتس جو نروح مع التيرانو. تمام اخذت التيرانوسوروس الان، طبعا لازم نعدل عليه الان شويتين قبل أن ندخل في اللعبة. فخليني اختار يا جماعة الخير كذا لون ابيض من تحت، لون هنا برتقالي، احب هذه الالوان كثير، انا ما ادري ليه صراحة يعجبوني بشكل. شباب انا خلصت الان تصميمه كذا اسطوري احس، كونفيرم ليتس جو، خلينا ندخل العالم. اتمنى تكون دنيا الصباح مو ليل، لان الليل صراحة انا اضيع بسرعة والله، يعني انا بالنهار ما عرفت وين اروح فما بالك بالليل يعني. طلعت مرسبا والدنيا ليل، يخرب بيت الليل شباب، والله اني ما احب العب بالليل، انا ارتعب بالليل والله شباب يهجمون علي الان.
بس دايم يا شخصيتي دايم شخصيتي خرافية والله. هاي ما بيرتاح، اصبر هذا ارتاح على طول. طيب من هذا اللي ذبحني؟ من تجرأ على قتلي؟ والله لا اصيدك الان، انتو هو اللي تحاولون تضربوني الان. ترى هذه اللعبة يمديك تلعبها مع اصدقائك ايضا، فشي خرافي انك تخشون كذا اثنين مع بعض وتلعبون. وشوف هذا كيف يمشي بعدين، ايش ذي المشي يا عمي، والله العظيم مسخرة. اه طلع الصباح، كفو طلع الصباح شباب، نايس نايس الحمد لله. اوكي شباب سمعنا صوت مي، جينا وبالفعل حصلنا النهر هذا. قبل شوي كنت عند هذا النهر انا. خلينا نشرب يا جماعه شويتين كذا، من الدنيا صارت تطلع صباح. ليتس جو على الصباح، بنطلع رحلتنا الان. شوف انا الان الجروث عندي 51% صغير، والله ودي اني اكبر واكبر واصير ضخم عملاق. البايت فورس ارتفع عندي صار 51 بدل 50، فانا جالس انمو شيئا فشيئا. اوكي اتوقع اني ريحت بشكل كافي، خلاص شباب مشينا الان، خلينا نمشي الان. شايفين شباب هناك؟ لازم نوصل هناك والله. في شيء جالس، وفي هناك ابراج مراقبه. اوه تعال تعال نروح لهذاك المنطقة والله، في برج مراقب. اوه دمج نفسي. كسرت عظمتي. يا الله كسرت العظمة، ما اقدر اركض الان. شو كيف جالس امشي شباب؟ ارجوكم هيلب هيلب، شو اركض؟ ما اقدر اركض. متى تطيب طيب رجلي الان يا طيبين لو سمحتوا يعني. ايش ذا الصوت؟ شباب في صوت منهم. يتقاتلون مع بعض هنا. انا هنا. هيلب، انا جالس اعرج. في حيوانات امامي هنا، بس انا خايف الاشتباك راح يكون جدا جدا صعب علي، لان انا الان بديت اعرج، ما اقدر اصلح الخطا ابدا شباب، ما اعرف شو ممكن اصلح الخطا. دمج كم الان؟ 11، اوكي جالس يروح، اوكي تمام تمام. ايه في حد يتحرك جنبي كانه. ايش ذا الصوت؟ هذا هو هذا هو. اكلته شباب اكلته، ليتس جو اكلناه اكلناه، عضته شباب عضه، ليتس جو. اكلنا اكل شباب. اوه في واحد ثاني. هذا شباب باكل ما اكلته كامل، ليتس جو كله. كفو عليك وربي وحش. ربي اصلي. هذه المعدة صار، اوه دايم. في واحد ثاني في واحد ثاني شباب، في واحد ثاني. شباب جالس يكسر خشب سامعين. هذا هنا، هذا هنا، يخرب بيتك، ايش ذا؟ مات مات شباب مات، من ضربة مات. ما اقدر اكله اتوقع لاني شبعان شباب. اي والله ما اقدر اكل لاني شبعان والله اعلم. دايم، ايش صار الان بالدمج عندي الان؟ الدمج صار 7 كفو. طيب اذا في حال ارتحت هل هذا الدمج راح يروح تماما ولا لا؟ تعال نشوف سرعه وكفاءه هذا الدمج انه يروح. 7 الان، تعال نشوف، انا جالس اريح الان، مفروض انه الدمج يقل شويتين كذا يصير 6 على طول. حسبت انه بيهم الموضوع ما يهم طلع. اوكي ليتس جو، خلينا نعرج الان لين نوصل الى مكان شباب. والله ايش اسوي يعني؟ شوف في اصوات تطلع بالاعلى. طبعا هذه اللعبه اكتشفت انه انت لازم تركز على الاصوات بشكل جدا كبير، وين ما تسمع صوت راح يكون في 100% ديناصورات هناك. دايم شباب شوفوا هذا اللي كنا ذابحينه هنا، لسه اقدر اكل منه والله. اقدر يترى عليه. هو هرب هرب مني هرب مني هرب مني، جالس يهرب شباب ما اقدر اركض. يا الله ما اقدر اركض وربي كنت صدتك الان، هرب مني. حط رجلك ونحش يا مدير، حط رجلك ونحش. واخيرا صار مداني اركض، مداني اركض، راح الدمج صار هيلثي واخيرا. والله يا اني عانيت. يو والله لازم انتبه والله. طيب هذاك باي اتجاه راح يا ترى؟ وصل هذاك وهذاك وهذا مو هو الا والله هذا هو، اخاف يوديني عند القبيله عنده، لان مثل ما تعرفون الناس هذول يلعبون، فالناس تلعب مع بعضها، انا جالس ادخل العب سولو لوحدي، ولكن هذول يكونون مع ناس نوعا ما. ايش في وقف؟ اكلته شباب مات، مات من عضه، يخرب بيت القوه اللي فيني، والله اني اسطوري والله. كله الان يلا كله. كله لين تشبع يا حبيبي، كله تفضل، ايوه كفو، اجلد جلد. هي وقفت اكل، ليش وقفت اكل؟ خلصت اكل بس كذا؟ اي والله بس كذا شباب، مو جوعان انا بالنهايه، اكلت عضه واحده وتركته في حاله الان. اتوقع اني عطشان، ليتس جو خلينا نشرب مياه شباب. انا من ناحيه الاكل ضبط وضعي بشكل كويس يعني. تيرانو سوروس كذا يكون شكله، والله اشكال الديناصورات كلها مشابهه يعني، ما يمديك تعرف هذا تيرانو، هذا جيجا، هذا ايش؟ اوه في نحله هنا تطير، اوكي ليتس جو خلينا نشرب مياه الان. شوف هذه الحشرات يعني والله دايما الحشرات. خلينا نشرب كويس يا جماعه، العالم صار اسطوري عشان نروح نتجول فيه الان. ودور لنا اعداء ثانيه نحاول نتعرض لهم، راح احاول اعثر على الديناصورات اكبر من ناحيه الاصوات طبعا، راح احاول اسمع كويس الان. خلاص شربنا مي بشكل كافي، انا الان الاكل عندي ممتاز، المي عندي ممتازه. هذا اللي ذبحناه هنا ما اتوقع اني جعت الا والله جعت. ليتس جو تعال كله الان من جديد. اوكي خليني اقضي عليك بس على الكامل، لان كل شوي جالس اجوع فما ابي اجوع ابدا. هذا المخلوق عجبني شويتين بس، اللهم الصعوبه فيه شباب انه يتعب بشكل جدا سريع يعني، هذا العيب الوحيد اللي فيه، هو سريع طبعا. اوكي ما اسمع صوت اشتباكات الى الان، الوضع سليم. وما ادري صراحه اذا انا كنت اكل اعشاب ايش ممكن كنت باكل باللعبه هذه بالتحديد، ما ادري شيء غريب صراحه، ما في اي شيء تاكله انت كاكل اعشاب هنا. فشباب تعال نريح هنا شويتين على بين ما اللاعب يرجع طاقاته الان، وراح اشوف ايش صار معانا في التطورات. 56% اوكي في تطور، في تحسن كبير الان.
شباب شاكو والله اني مستمتع في ذا المكان. ها المكان خرافي، هنا عندنا اشجار حركات اشياء، والله المكان اسطوري. بس اللي تدرون ايش المؤسف؟ اني ما جالس اسمع اصوات ديناصورات ثانيه. لازم نبعد شوي، مكان بعيد والله شباب. قلت لكم العالم مره كبير في ذي اللعبه، واللعبه مو سهله ابدا، لازم تعثر، لازم تبحث، لازم تدور. سويت خاصيتي شباب، شوف خبرني في مياه هنا، اشتغلت الخاصيه واخيرا، توها ما كانت تشتغل والله. تعال نروح على بقع المياه، لان دائما هنا بيكون في ديناصورات جنب بقع المياه هذه. هذه المياه هنا. اي والله وصلت. والله قريبة كانت. ايش هذا الصوت؟ في صوت شباب، في صوت. تعال اشرب شويتين اروح انطلق مباشرة. في صوت يا جماعة الخير منها، وربي في صوت. جاك التيرانوسوروس يا حبيبي اطلع. مع الاسف يا جماعة هذا طلع صوت واختفى الصوت نهائيا. والله اني سمعت الصوت والله. يا ريتني ما شربت مياه، كنت رحت على طول عليه. شوف ايش حصلت شباب هنا. ايش هذا؟ حصلت نار. هذا ايش هذا؟ نبتة يعني هذه؟ شو؟ سامعين الصوت شباب؟ بس هذا ايش هذا يحط لي هنا فيه اشياء؟ اتوقع اذا كنت اكل اعشاب اقدر اكل هذه الامور صح؟ اذا كنت اكل اعشاب. من؟ ايش فينا؟ من فينا؟ وين؟ هذا ايش هذا؟ شباب هذا واحد، وهذا واحد شباب، واحد حقيقي يلعب. هذا واحد حقيقي يلعب شباب، هرب مني هرب مني. هذا شخص حقيقي يلعب، واضح من تحركاته شباب وربي. تعال هنا تعال هنا ورع. شيت ما اقدر اركض وراه شباب، هذا سريع كثير والله. دخل دخل، سمعت صوت هنا. هذاك وهذاك شباب يركض وربي يركض وربي يركض. والله لا اجيك والله لا اكلك والله. ليش يهرب مني؟ اكل اعشاب يركض امامي، شفتوا شباب اكل التوت هذا؟ والله لا اصيدك، بس مشكلتي انا بطيء شويتين الان. تعب تعب ما يمدي يركض تعب. وين هرب؟ ورع ما اشوف شيء، يا ويلي كان امامي والله انه تعبان، جالس يريح كان، والله انه كان يريح شباب، شوف كيف جالس يهرب مني. اي شباب شوف ايش يسوي الحركه، انا ابعد عني يعني اللي يلي ابعد عني شباب، وربنا اسطوري هذه اللعبه. طيب اسمع انا بتكي هنا، يمديك تسوي لي شيء تكيت هنا؟ بسوي نفسي اليف الان، هرب هرب والله هرب، انا هنا اوريك، تعال محسبني بتركك في حالك الان. شوفوا شباب شوفوا يناديني والله، اتوقع بياخذني لعالمه الان. ترى هذا انسان حقيقي يلعب ها شباب. كل ما يشوفني يركض مني الان، تعال هنا. بعضك عضه بس، لا تهجم علي ها. عضيته عضه، عضيته عضه ثانية. ما لحقني ما لحقني، كيف هرب هرب، كان بيهجم علي والله اتوقع بس تردد. عضيته عضتين ترى ها، عضتين، المفروض الان يعني دمك يكون شويتين. خليك واقف خليك واقف، تعال هنا. خليك واقف خليك واقف. خليك واقف مكانك الان، هذه عضه الان، عضيته عضه كمان شباب، عضيته عضه. بس اسمعون صوت الصرخ اللي طلعت منه، يعني هو اكلها عضه. بس ده دمه كثير كبير، مستحيل انزل من دمه بشكل. ده دمه كثير كبير واتوقع اني ضيعته الان. مو شايفني، ريح ريح شباب ريح، مو شايفني مريح. تعب تعب والله انه تعب شباب، والله انه تعب. خذ هذه عضه، هذه عضه ثانيه، عضيت عضتين، هذه عضه ثالثه، صار يطلع منه الدم، يطلع منه الدم شباب. هذه عضه رابعه، صار يطلع منه الدم، شوف الدم شوف الدم شباب، شوف الدم عليه، والله انه بياكلها والله. يا اخي انا خلاص حقدت عليك، تراي بجلدك يعني بجلدك، تعال والله حطيت راسك في راسي. خلاص طيب هدي هدي، خلاص هدي، ما في شيء، لا تخاف لا تخاف، هدي. ما يتعب سبحان الله ما يتعب، هذا سبايدر مان ما يتعب. شوف جيتوا من هنا والله لا اجيك والله. والله لا اجيك والله. يا اخي بس انت مو منطقي ما تتعب والله. توقعتني اني هون، توقعتني اني هون، توقعتني اني هون. امشي امشي. عضه، عضتين. ثلاثة أربعة ليتس جو، ذبحناه شباب ذبحناه. ما أدري إيش صار معاه، أفك تك بمكان أو طلع برا السيرفر شباب، واحدة من الاثنين. أتوقع إنه طلع برا السيرفر، كان يحاول يهرب برا السيرفر لأن تعب ما يمدي يسوي شيء، فإيش كان يسوي؟ يطلع برا السيرفر لأنه تك في مكانه. أنت إذا طلعت برا السيرفر 15 ثانية علشان تحاول تدسبن لاعبك من العالم يعني، لأن الآن لما أطلع برا اللعبة شباب يخبرني بعد 15 ثانية راح أختفي بالعالم هذا. تعرفون هذه مو يعني هذا شيء منطقي على أساس إنه إذا في حال دخلت اشتباك مو واحد فورا يطلع برا الجيم وانتهى، لا 15 ثانية ياكلك أكل مثل ما سويت في هذا. أنا الآن والله مسكين شبعت شبعت الآن، شبعت منه كثير والله شباب شبعت. إيش تطور عندي الآن؟ أوكي ما تطور عندي شيء بزيادة يعني، اللهم إنه ما في شيء تطور. بس والله كله نفس الشيء الان، يعني هم ما يرحموني اذا مسكوني، والله ما يرحموني ترى معلش يعني. في صوت هذاك المخلوق لسه جالس يطلع من هنا شباب، انا ما ادري هذا انسان حقيقي ولا لا، هذا شويتين مشكوك بامره، على عكس الثاني هذا كان انسان حقيقي. بس انا لازم اكل هذا عشان اكبر اكثر واكثر. اها
3 2 1 عضه واحده، عضه واحده يطيح، عضه واحده يطيح، هجم عضه مات، عضه واحده مات. شفتوا العضه؟ هذه العضه القاتوليه، هذا صعب كثير التحكم فيه. طبعا جالس اعاني انا الان باللفه، ولكن خلينا ناكل الان شباب، لما لا يعني، ما انا شبعان يعني، بس تعرفون الاكل ايزي. على العموم يا جماعه الخير، انا راح اتكي في هذا المكان وراح اطلع من هذا المكان ايضا عشان ارجع لكم بالحلقه القادمه ونكمل مغامرات في هذا العالم ونحاول نكبر الديناصور اكثر واكثر. اذا هذه اللعبه عجبتكم اكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات عن هذه اللعبه، واذا حابين اخليها سلسله بالقناه او لا. يعطيكم الف عافيه على المتابعه والمشاهده. كان معكم محمود من قناه ممكالو، السلام عليكم، في امان الله.